إضراب شامل ومفتوح إلى أجل غير مسمى. محاكم المملكة تشهد شللا تاما. مسلسل الاحتقان يدخل المخزن النفق المظلم بسبب مقتضيات تضمنها مشروع قانوني المسطرة المدنية والجنائية. 17 هيئة للمحامين تقطع جلسات المحاكم إلى إشعار آخر. هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع ببلادنا، إن على مستوى قوانين الشكل، قانون المسطرة، مشروع قانون المسطرة المدنية أو مشروع قانون المسطرة الجنائية. هناك تراكم لعدد من الملفات التي لم تجد آذانا صاغية. هذا القانون هذا شكون صوبه؟ ولمن تصوب؟ راه اللي كان كيصوبوا باغي يصوبوا لواحد النوعية ديال الناس هي ميسورة في البلد، راه بين الفقراء غادي يطحنوا، لا الناس المتوسطين الدخل راه غادي يطحنوا. وما يمكنش انك تقول واحد الانسان اللي جاي كيقلب على الحق ديالو والعداله في التطبيق ديال القانون ما بين الاطراف بدون عنف وبدون شرعيه دين وبدون لغه الشارع، وجاي باش ياخذ حقه بالقضاء وينفذ بالقضاء، وتجي انت تمنعه. هذه المقتضيات التي لا تتضمن فقط اجهاضا على حقوق المحاميات والمحامين، بل تتضمن حيفا كبيرا في حق المواطنين، وذلك من خلال الضرب في مبادئهم الدستورية، الحق في التقاضي، مجانية التقاضي، الحق في الولوج المستنير إلى العدالة. مشروع القانونين عرف تراجعات خطيرة تمس شروط الولوج إلى العدالة وبمبادئ الحقوق والحريات الأساسية للمواطن المغربي. المواطن الفقير غادي يبقى يخلص غرامات خيالية لمجرد أنه حاول يدافع أو يطالب بحق من حقوقه. غنشرح لكم هذا الشيء. وإلا درت شي مسطرة ديال التجريح ضد شي قاضي من القضاة وطلع منها براء، غادي ينزلوا عليك بغرامة خيالية. وفي نفس الوقت وبمجرد الحكم على أي مواطن كيولي من حق الدولة تنفذ عليك مباشرة بدون انتظار. واش هذا هو العدل؟ قدمنا ملاحظاتنا ولكن مع كل أسف تم إغلاق الأبواب عندما تم تجاهل المقتضيات والمقترحات. بغيت اليوم القضاء يحاكم المغاربة على النية. شاد العبث هذا، ماشي تشريع، جودة ناقصة في هذا المشروع. مدام تلبية المطالب ما غتشوفناش غير حنا واقفين، حيت المطالب ديالنا ماشي فئوية. أنا خوفي أنه المغاربة، لأن المغاربة اليوم واعيين بحقوقهم، غادي تقدر تكون شي حاجة أخرى في مواجهة هذه الحكومة. أزمة تلو الأخرى تعيشها القطاعات المهنية بالمغرب، وتصعيد تقابله الأبواب المغلقة للحوار ليبقى المواطن المغربي رهينة قرارات استفزازية تعصف بحقوقه في مشهد لخص تبادل الاتهامات في أزمة حقيقية تعيشها المملكة.